هنا مركز التكفل بذوي التوحد بعين تيموشنت، تتم رعاية 80 طفلا يعانون من اضطراب توحد من قبل طاقم مختص في المجال، يملك المهارة والكفاءة لتقديم الخدمات الصحية جيدة تساهم في تعديل سلوكاتهم. يحتوي المركز تاعنا على 80 طفل. نقوم بالتكفل بهذه الفئة من الناحية النفسية والأرطفونية والتربوية. إضافة إلى ذلك عندنا تكفل طبي، حيث نقوم بتوجيه الأطفال التي تحتاج إلى رعاية صحية إلى جهات مختصة من أجل التكفل بهم من الناحية الطبية. كذلك عندنا البرنامج تاعنا يحتوي على برنامج تربوية مكيفة ومختصة من طرف يقوم بها الأخصائي التربوي. يتلقى أطفال التوحد بهذا المركز برامج تكفلية مختصة نفسية، منها الأرطفونية وكذا التربوية. خلال يعني أنا في المجال تاعي أنني نطبق عليهم اختبارات مكملة ومقننة خاصة بالاضطرابات اللغوية، التمارين الأرطفونية، لعلاج الاضطرابات اللغوية لعلمهم. ويبقى دور المراكز التوحد في التكفل بأطفال طيف التوحد ضرورية لمرافقة ومتابعة هذه الفئة مع تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية مختصة في مجال التوحد.